اجتمع سرا جماعة من أحبار اليهود، وقال بعضهم لبعض: تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غدوة، ونكفر به عشية، حتى نلبس عليهم دينهم، لعلهم يصنعون كما نصنع فيرجعوا عن دينهم. فأنزل الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ يا أهل التوراة والإنجيل، لم تخلطون الحق الواضح في كتبكم بما حرفتموه وكتبتموه من الباطل بأيديكم؟ ولم تلبسون الإسلام باليهودية والنصرانية، وتخفون ما في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأن دينه هو الحق، وأنتم تعلمون ذلك وتعرفونه؟ وهذا أقبح وأشنع. أتدرون لماذا؟ لأنه وقع من عالم فاهم يستطيع بكل سهولة أن يميز بين الحق والباطل، ويرشد غيره للحق وينير ضربه. يا ويلكم، أتدرون كم من إنسان أراد الحق لذاته فأوقعتموه في حيرة وتردد؟ وكم من إنسان صرفتموه عن الحق إلى الجهل فعاد الحق، لأن من جهل شيئا عاداه. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟